خير من تركيز وحدو كديرين بس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا النهار الثالث عندنا في لوطيل. انا يلا نزلنا نفطر من هنا زعما كاسين الرانجو بوارو تيدير حنا كاسين نتسناو الفطار خلاص دايرين بوفيلي شنو جاب هذاك الراجل نايدا مبوقة نقول لكم مشينا البارح بغينا والبارح بغينا نبدلو زعما البوفال هذا ساعة كلشي عامر في الحقيقة ما عجبنيش ولكن كلشي عامر يعني تقريبا نفس الأثمنة تزيد واحد شوية تزيد مثلا 80 أورو ولا 100 أورو وتاخذ وطا الحسين هذا ها شنو هو يا رانا الناس تفاقوا بكري معين البارح ما دخلناش الدار بكري دابا راه العشرة يلا نازلين نفطرو نسوا كيما كيفرت بكري قلت لكم يعني مشينا نشوفو نبدلو الوطيل ساعة ما لقيناش البلاصة ها البيض ايوا يلا حطو ولا تقاد الاولى نحطوها يعني الواحد من الاحسن هيك من الاحسن يجي لهنا ويشوف يقلب على الوطن ولا ما يلقاش يعني من الاحسن يجي لهنا الواحد وحنا خفنا لما نلقاوش نلقاو كلشي عام ولا لقى شهر 8 خفنا نلقاو كلشي عام داكشي باش خدينا لوطال منين كنا باقيين في الدار ديك الليله اللي غنجيو ساعه منين جينا لهنا راه وطال حدا وطال صحابنا حنا واش ما كثرش الوطالات ولكن وطال حدا وطالات لا زون كامله عامره وطالات اللي بغى يجي من الاحسن يجي حتى لهنا ويقلب على لوطيل وياخذ ديك الساعه مشينا البارح لشي 4 هكاك لقيناهم هانا غادي نعطيك لقيناهم كاملين عامرين صافي جوي الاخر ما كاينش درنا قدنا نبقاو في هذا صافي حتى نمشي وصافي بنات هنا دايرين بلاصه فين غادي تاخدي كافي ولا كابوتشينو لا كاين الحليب مع الكاكاو كاين عندي لافيت فين اللي دايرين تما نمشي نشوفو الفطور راجلي بدا تيجيب اجي نشوفو اش شوف المهم بلي بحال البارح هنا دايرين بسكوت داكشي كوفيتير هنا البريوش واحد التورتة هنا خلاص كيما البارح داكشي ديال البروشوت وداكشي تما العصير و المهم بحال البارح صافي كاين شي حاجة مغيرة نمشيو نفطرو بصحاب دوركم نتوما البنات هذا هو البوفي يعني في كلشي تما دايرين خدا عصير كاين ديال هنا خلاص راه مع الناس فطرو حنا نزلنا معطلين البارح ما دخلناش للدار بكري خلاص هذاك الشيء البروشوتو هذا هنا العصير صافي و تما دايرين دايرين الزريعة صار الناس فطرو المهم البنات هدا هو فطورنا يعني فطور عادي وصافي بصح فطوركم حتى نتوما وهذا هو الفطور اللي خديت خدينا بريوش مع كابوتشينو صافي هذا فطورنا سلام البنات المهم سلام مره اخرى المهم من بعد ما فطرنا احنا غاديين دابا للبحر غادي نمشيو نتبحروا شي شويه هو البحر جا قريب للوطيل ما كاملش 200 متر
المهم حنا غاديين نشوفوا هذا البحر ديال الرمال كي داير. الحقيقه اول مره نجي لهنايا، هو البارح خرجنا، البارح ما قديش البنات نصور، صورت شي شويه معنا طليه واحد الدرسه ديال العقل. يلا كتنوض يلا كندير عقلي. المهم حنتني البارح بزاف وما قديش نصور مع البنت نيس تتبكي وهذا، يعني ما قديش نصور كلشي، صورت لكم شي شويه وصافي. المهم اليوم شي شويه الحمد لله نصور داكشي علاش قديت. المهم راور البحر هو داك اللي لهين تيبان، لقاش انا مع الشام تيبانش ليا بزاف. راو دابا تيبان كيما قلت لكم البنات، راور البحر لهين. ها حنا غاديين نمشيو نشوفو البلاصه اللي ما خدينا البي من لوطانيت، شوفوا هاد البلاصه فين غادي نشدو باراسون. ريحة لذيذ دايرين هنايا، نشم ريحتو. راهو البحر، البارح بالليل نيت مشينا حتى تما ولكن ما قديش كيما قلت لكم نصور، محناتني الدرسة. حنا وصلنا البنات، غادي نمشيو نشدو بلاصتنا في باراسو. صافي مامي، صافي حبيبي. ما كاينش شي بلاصه قريبه للبحر؟ غراتسي. اوكي باغي واخا نمشي نجيب لاكوا بعدا. المهم البنات غنكسو هنايا، جينا الغوص. جي معايا هنا بعد الضليلة ياك. المهم البنات حنا جالسين هنايا يعني تحت الباراسول، نسعى انا وبنتي وراجلي وولدي مشاو يعوموا في البحر. صافي نتسناهم هنايا حتى تيجيو ونمشي نعوم شي شويه، ما نعومش في الحلقة نقيس الماء. يا صافي. المهم البنات نمشي نضرب دابا دويره، لقاش شدين الباراسول بعيد شوف الوسط بعيد شويه على البحر، وكنت بغيت نصور قبيله ساعه كان عامر بزاف ما قديتش نصور، مابقاش بنادم بلا زيف، ماشي بلا زيف يعني بنادم مريان ليا تهيأ.